انقسام في الكويت حول قرار الصحة بخصوص ضوابط الإعلانات الطبية، ومذيع سوري يطرد ضيفا تركيا على الهواء مباشرة، ورد السلطات التركية اعتقال المذيع ومدير القناة، وتفاصيل القبض على سارقي فيلا محمد صلاح وإيش سرقوا. أهلا بكم. قرار صدر عن وزارة الصحة في الكويت وضج عليه التعليقات، والقرار بيتعلق بالإعلانات الطبية وبيحدد ضوابطها عبر 26 مادة، صعب يعني نعددهم الآن كلهم، لكن خليني أقول لكم خلاصة المحظورات في هذه اللائحة. فأولا منع الإعلان عن أسعار الخدمات خارج المنشآت الطبية، يعني ممنوع أي إعلانات تذكر أسعار الخدمات، وممنوع كمان العروض والخصومات أو تقسيط أو مثلا تسهيلات. ممنوع كمان الترويج للوهم الطبي بأنه مثلا يدعي طبيب أو منشأة أنهم الأفضل أو الوحيدين أو الأجدد أو يسموا نفسهم خبراء مثلا في كذا أو طبيب المشاهير. وبالنسبة للتصوير في الإعلانات، القرار كمان حط له ضوابط، فقال أنه ممنوع تصوير المرضى إلا بموافقتهم وبما لا يخالف الذوق العام، وإظهار الحد الأدنى من جسم المريض من دون تحديد هويته وبما يحافظ على خصوصيته. في مواد ثانية في القرار تكلمت عن منع الإعلانات عن الأدوية أو المستحضرات غير الحائزة على ترخيص، ومنع الطعن في زملاء المهنة كمان، وتحديد حساب واحد على كل منصة السوشيال ميديا لكل جهة للإعلان. موضوع الإعلانات الطبية هذا عامل جدل في الكويت من فترة، والمنصات كانت مليانة بأصوات معترضة على الإعلانات هذه، وأغلبهم على فكرة كانوا من المحامين. وهذه الأيام من بعد قرار وزارة الصحة كثير من هؤلاء سعيدين ومؤيدين للقرار. ومعانا اليوم عشان نتكلم أكثر في الموضوع أحد المطالبين من زمان في ضوابط للإعلانات الطبية من الكويت، المحامي الأستاذ الدكتور فايز الكندري. أهلا فيك معنا دكتور فايز، حضرتك من المؤيدين لهذا القرار ومن المطالبين فيه حتى من قبل، إيش كان سبب إصرارك على هذا المنع أو الضوابط خلينا نقول؟ مساء الخير، بداية شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على القرار الوزاري الخاص بوضع ضوابط خاصة بالإعلانات الطبية. طبعا أنا من المؤيدين ومن المؤيدين بشدة، وأنا أعتقد بأن هذا القرار تأخر، ولكن صدور قرار أفضل من لا صدوره. نحن نتحدث اليوم عن أمرين، الأمر الأول نتحدث عن أخلاقيات ممارسة أي مهنة، والأمر الثاني عن ضمان سلامة اختيار المريض الطبيب المعالج دون أن يمارس عليه أي ضغط أيا كانت صورته وأيا كان أيا كان نوعه بأي شكل من الأشكال. ممارسة المهنة الحرة حقيقة يجب أن يتم النظر إليها بعين الاعتبار بأنها بعيدة كل البعد عن التجارة، بعيدة كل الترويج والتسويق والدعاية والإعلان. فمن يمارس مهنة حرة شأن الطبيب وكذلك المحامي لا يمكن بحال أن يسمح له أن يقوم بالترويج والدعاية والتسويق لنفسه ولخدماته بأي حال، على اعتبار أن ما يقوم فيه ليس تجارة وإنما يقوم بممارسة مهنة حرة. ما يتلقى طبيب من المريض وما يتلقى المحامي من الوكيل أو العميل جاز التعبير ليس أجر وليس ربح، ولكن يطلق عليه أتعاب. اللفظ المستخدم لدلالة بأننا نتحدث عن حرة بعيدة كل البعد. لكن في نهاية اليوم يعني دكتور فايز برضو يعني لا، فيها ربح وفيها خسارة وفيها منافسة، ويعني أكيد حتى بين المحامين وبين الدكاترة، يعني كثير ناس بيقولوا أنه طب إيش المشكلة أنه واحد يحط إعلان عن إيش مثلا بيسوي أو بيفور أن آفتر مثلا، هذا يعني خصوصا بالنسبة للدكاترة يعني هذا شيء عالميا بيعملوه الدكاترة. نعم، دعيني فقط أن أوضح التفرقة المهمة ما بين من يمارس المهنة ومن ما بين ملاك العيادات الخاصة، ملاك المراكز الطبية الأهلية والعيادات والمستشفيات. الملاك هم تجار، وهذا عمل تجاري. اليوم إنشاء المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة والمختبرات الأهلية هذا يعتبر عمل تجاري بحكم القانون، ولا جدال بأنه يمارس عمل تجاري بهدف الربح، لا جدال ذلك. ولكن عندما نتحدث عن طبيب يمارس مهنة حرة هنا نقف، ويجب أن نقتاد ويجب أن نتقيد بحدود الآداب ممارسة المهنة. المشكلة تكمن في أن العديد من الأطباء أصبحوا ملاك لهذه المستشفيات وملاك للعيادات الخاصة، فوقعنا بالمحظور فنسى بأنه هو طبيب وليس مالك. نعم، أنت الآن فتحت عيادة
وفتحت مستشفى، ولكن أيضا نعم تبارشر عمل تجاري، ولكن عندما تعلن عن نفسك تعلن نفسك أنت اليوم كطبيب، فبالتالي يجب أن تتجنب بقدر المستطاع أي ظهور يمس المهنة. يمكن أنا بين فترة ليست بعيدة في شهر 9 من العام الفائت غررت بأن هذا الأمر لا يليق بهم شخصيا. يعني اليوم لما نقول إيه، بس ما هذه النقطة اللي أنا بقول لك إياها دكتور فايز، يعني هذا الشيء عالميا بيسووه، كثير من الأطباء بيسووه عالميا، وخصوصا تحديدا أطباء التجميل وهذا النوع من الخدمات المقدمة. فيعني وين المشكلة؟ المشكلة الأساسية الله يسلمك بأن الإعلان لا بأس فيه، لكن الإعلان بحيث أن لا يخرج عن الذوق العام من جهة، ولا يخرج عن المهنة. ما حدث في الكويت للأسف الشديد أن هناك حدث في أن في الطرق العامة بدأت تنتشر يعني الصور بشكل ملفت للنظر، وبدأوا يعني الناس يعني تشبههم بالذات الموجودين في الشوارع العامة، وهذا أمر لا يمكن قبول. يعني اليوم الطبيب بشكل أو بشكل نعم من حقه أن يعلن عن عيادته، يعلن عن خدماته، ويعلن عن تخصصه، لا بأس في ذلك، لكن هناك في حد للذوق العام، هناك في حد يجب أن لا نتجاوزه فيما يتعلق في الممارسة المهنية الحرة. ما حدث في الكويت في فترة سابقة لا يمكن قبوله، ولم أجده في أي دولة من الدول المتقدمة. نعم نجده في بعض الدول إنجاز التعبير التي لا تعتبر متقدمة، لكن لا يمكن أن نقبل بأن صور الأطباء هناك منافسة أصبح للفاشينستات بانتشار صور الأطباء على الطرق العامة بشكل ملفت للنظر. يعني إيه، هو في كثير بيتفقوا معك دكتور فايز أنه فعلا في أطباء كثير تحولوا لنجوم، خصوصا حتى على السوشيال ميديا. وبما أنك أنت حضرتك ذكرت موضوع المشاهير والفاشينيستات وما إلى ذلك، إيش مصير الإعلانات اللي هي بتتم عن طريقهم؟ أنه مثلا زيارة عيادة أسنان، زيارة عيادة تجميل، أي زيارة عيادة مثلا طبيب أطفال، وتكون مثلا هي إعلان، إيش مصير هذا النوع من الإعلانات؟ الآن بعد هذا القرار يعني بدأنا نضع ضوابط خاصة حتى الإعلان الغير مباشر في أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. أمرين سادة سارة، ما بين المسؤولية المجتمعية الملقى على عاتق المحافظ، على عاتق الدكتور، على عاتق الطبيب، على عاتق المهندس، في نشر الثقافة العامة، في مشاركة المجتمع في القضايا العامة، في الرأي العام، هذا مطلوب، ولكن يجب أن لا تستخدم هذا الأمر للتدليل والترويج عن مهنتك، وبالتالي تقوم بالدعاية لنفسك بشكل إيش مباشر أو غير مباشر. هنا القرار بدأ يضع مثل هذه الأطر، وهو أنا أتصور بأن قرار موفق جدا، وأن كان متأخر لكن جاء بصورة جدا ممتازة. كما ذكرت تحدث عن الوهم الطبي، بمعنى أن الطبيب اليوم لا ينبغي له، نفس المحامي لا ينبغي له يأتي ويذكر في العنوان المكتب أنه كان عميد حقوق سابق، أو كان مستشار سابق، أو كان وزير سابق. هذا الأمر مرفوض، لك الحق أن تحتفظ باللقب العلمي فقط، ولكن لا يجوز لك أن تضع في الإعلان أنك أنت كنت تتقلد وزارة سابقة أو استشارة أو ما شابه ذلك. هنا الفاصل فقط لغير، أو مثلا تحط أنه زباينك فلان وفلان وفلان وجولك، أو أني أنا والله يعني لأول مرة يحدث أني أحدث هذه العملية. نحن أنا فقط أريد أن أقول بأن أنا لا أعيب فقط على الأطباء، ولكن أيضا أعيب على المحامين. يعني أن حتى بعض المحامين من يخرج بوسائل التواصل الاجتماعي ويعمل دعاية لنفسه دون مبرر، وفي هذه إساءة أيضا لأدبيات ممارسة المهنة. كان يأتي محامي يقول أني أنا ربح الدعوة نفقة وخلعت زوجة وماذا بعد؟ هذا ديدن قانون الأحوال الشخصية، هناك خلع وهناك نفقة وهناك طلاق للضرر وخلافه. لكن عندما تحدث هذه الضجة أنت لا تريد اليوم المشاركة في المسؤولية المجتمعية، تريد أن وضحت فكرتك. نعم لا وضحت فكرتك، نحن شاكرين لك على هذه المداخلة. كان معنا من الكويت المحامي الأستاذ الدكتور فايز الكندري، شكرا لك. في حوار تلفزيوني ممكن نسميه حوار ساخن جدا، منتشرة مقاطعه، حوار مو ساخن لأنه شد في الكلام وخلاص، لا، الموضوع وصل لدرجة طرد ضيف من البرنامج وعلى الهواء مباشرة. تركيا، لا أحد يفتري، لا أحد يفتري، نحن الآن نضيع وقت الحلقة، نحن الآن تأكل نحن
الاعتراف من الموضوع. أنت تتهم الدولة لا تقول لي من أنت لأنه فيها لأنه في هذه اللهجة لهجة تصغير. احترم نفسك احترم نفسك وخلي لا أحترمكم لا أحترم هذا الأسلوب لا تحترمنا تفضل غادر غادر الحلقة من أنتم غادر 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 الحلقة تفضل لو سمحت إذا كنت تفتر على بلادي لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت إما ناقش باحترام أو تفضل غادر الحلقة لا هذا ولا حرف ولا كلمة ولا كلمة ولا ولا كلمة إما تناقش باحترام وأدب أو تغادر أو تغادر الحلقة اختر هذا ليس اختر أدب. الآن هذا افتراء اختر الآن تريد أن تكمل الحلقة لا أبدا تفضل ليس بهذا الشكل تفضل لا بأمان الله لا لا بس بأمان الله بس عيب 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 يا سيد عيب يا سيد عيب يا سيد عيب يا سيد تفضل غادر الاستوديو غادر الاستوديو عيب هات الورقة من إيدك غادر الاستوديو مين أنت غادر كل ما تقوم به سيظهر على الهواء ولن أحذف مقطعا واحدا لن أحذف مقطعا واحدا تفضل غادر الاستوديو لو سمحت من أنتم تفضل 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 غادر الاستوديو تفضل غادر تفضل غادر الاستوديو تفضل غادر الاستوديو تفضل غادر الاستوديو لو سمحت لو سمحت غادر الاستوديو غادر الاستوديو غادر الاستوديو هذه تصرفات صبيانية ولن أحذف أي مقطع من هذه الحلقة كله سيبث طيب يعني صارت قبل شفنا ضيوف بتنسحب من برامج على الهواء بس مذيع يطرد ضيفه لا يعني هذه شوية جديدة اللي شفتوه كان جزء من برنامج على قناة أورينت والنقاش كان بين المذيع أحمد الريحاوي وبين ضيفه المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز عن وضع اللاجئين السوريين اللي موجودين في تركيا وعن ممارسات قوات الدرك التركية بحقهم والعد بيناتهم وقام المذيع قال للضيف مش يطلع برا وعلى فكرة كمان ترى الموضوع تطور بزيادة بعد انتهاء الحلقة فالقناة أعلنت في بيان من ساعات أن السلطات التركية أوقفت مدير القناة علاء فرحات ومقدم البرنامج من ليل الثلاثاء من بعد شكوى رسمية تقدم فيها الضيف وقال بيان أورينت أن التوقيف تم مباشرة بعد تصوير الحلقة وقبل موعد عرضها بساعة كاملة وقالت أن الحلقة كاملة من غير أي مونتاج أو اقتطاع موجودة على المنصات وبتظهر كيف الضيف التركي وجه للمذيع عبارات عنصرية وفوقية ومستهجنة ضده وضد السوريين وطالبت أورينت بمحاسبة الضيف على عنصريته وقالت إنها بتوثق بعدالة القضاء التركي المرصد السوري كمان لحقوق الإنسان دخل على الخط وأصدر بيان طالب فيه بالإفراج الفوري عن المذيع الموقوف في مركز أمني بتركيا وأما الناس وتحديدا السوريين فردات فعلهم جات يعني متباينة خلينا نقول في ناس في صف القناة والمذيع وشايفينه تصرف صح وإنه الضيف كان مسيء وفي كمان اللي شايفين انه فعلا الضيف كان مسيء ولكن انتقدوا انه المذيع طردوه وقالوا ما يصير يعمل كذا وفي شريحه كمان ثالثه منتقده ومغلطه المذيع تماما وشايفه انه تصرفه غير مهني على الاطلاق لانه حول نفسه لطرف في الخلاقه في أحدث تطورات لقضية سرقة فيلا لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح أعلنت وزارة الداخلية من ساعات أنها قبضت على الحرمية اللي سرقوا الفيلا وقالت الداخلية المصرية في بيانها أنه تم القبض على شخصين واحد منهم كان بيعمل عنصر أمن في نفس الكومباوند وأنهم اعترفوا بالسرقة وأنه هذا اللي كان يشتغل سيكوريتي في الكومباوند وبحكم سابق عمله فيه عارف مكان الفيلا وعارف أنه ما فيها أحد لأنهم مو في البلد فخطط مع الثاني للسرقة وتسلق
سرقوا ونطوا السور الخلفي ودخلوا الفيلا. أما بالنسبة للمسروقات اللي كثير كان في تكهنات عنها وأنه ممكن يكون من بين جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، فطلعت الداخلية وأعلنت أن المسروقات كانت مجموعة من الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر، وأنه مستدعو اللي بلغ عن السرقة وهو مدير أعمال اللاعب وتعرف على المضبوطات وتم توجيه تهمة أو تهمة السرقة للشخصين. طبعا سرقة فيلا محمد صلاح كانت شغل الناس من كم يوم وقت انتشرت أخبار، وكان ابن خال اللاعب معدي من قدام الفيلا وشاف الشباك مكسور فدخل الفيلا وشاف المكان مكركب فبلغ السلطات فورا. في الجزائر في ظاهرة شاغلة الناس من أسابيع وعاملة حالة من القلق، ففي بوستات على المنصات وأخبار بتقول إنه تلاميذ في المرحلة الابتدائية بيتعرضوا لوخز بإبر في محيط المدرسة ومو معروف مين بيعمل كده أو ليه، وجلس الأخبار متداولة. هنا وزارة العدل أصدرت بيان أعلنت فيه رصد 5 حالات وخز لتلاميذ بإبر في محيط مدارسهم، كلهم كان الوخز في يدهم اليسرى واللي بيأخذهم كانوا ستات، وأعلنت السلطات بأنها تبحث وبتحقق في الموضوع ومين وراء، وطلبت من الأهالي تنبيه أولادهم أنهم يبعدوا عن أي غريب يقرب منهم. بعدها بكم يوم طلع خبر عن محاولة اختطاف لسيدتين لتلميذات في محيط المدرسة ولقيوا معهم إبر واعترفوا بصلتهم بمشعوذة معروفة وقبض عليهم كلهم. بعد هذا الإعلان وصور الإبر هذه الناس قالت خلاص بانت الموضوع سحر وشعوذة، وناس تقول لا هذه محاولات خطف. الدرك الوطني طلع وهدى الناس وقال لهم أنه بيعملوا كل ما في وسعهم لضمان أمنهم ودعاهم للتبليغ عن أي حالات جديدة وتجنب التهويل ونشر الدعر. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في أمان الله. Thank you.